استذكر أهلي قضاء سمراء يوم النصر على الإرهاب مثمنين روح التضحية والفداء التي قدمتها القوات الأمنية والحشد والعشائر في تحرير الأرض من دنس داعش الإرهابي. المزيد في تقرير الزميل عبد الله العشعوشي. تخليدا لمن خطوا بدمائهم الزكية طريق النصر، يستذكر المواطنون الذكرى الثالثة لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي، مثمنين دور القوات الأمنية بكافة صنوفها في هذا النصر العظيم. يعني اليوم ذكرى تحرير الأراضي العراقية، اللي من المؤلم نتذكر اليوم أبنائنا الشهداء الأكرم منا جميعا. تحية من القلب لكل الأمهات، للأبناء، للأرامل اللي ضحوا، للدماء الزكية اللي نتمنى اليوم بهذا اليوم، يوم عظيم أكيد، اللي نتمنى على قواتنا البطلة الأمنية، العراقيين الشجعان، أبناء هذا الوطن، أنه هذا التحرير يكون تحرير حقيقي وعلى أرض الواقع. تحية من القلب للشجعان العراقيين، لأبناء بلدي الأوفياء المخلصين. اليوم بداية حابين نهنئ القوات الأمنية بكافة صنوفها من أبطال الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي، اللي رسموا أجمل البطولات في تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش. اليوم احنا كشعب عراقي فرحين بهذا اليوم، وهو النصر على تنظيم داعش الإرهابي. وتقع آمال المواطنون على استكمال النصر بعودة النازحين إلى مناطق سكنهم والتخلص من آثار هذه الحقبة التعيسة التي مرت على البلاد بأسره. نبارك للقوات المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها وقطعاتها بذكرى تحرير العراق ومناطقنا من دنس تنظيم داعش الإرهابي، وأيضا لجميع تشكيلات وزارة الداخلية بجميع صنوفها وأيضا قطعاتها في ذكرى النصر. لكن النصر الحقيقي هو يكتمل في عودة النازحين المهجرين إلى ديارهم واستقرار مناطقهم. فدعوة إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء من أبناء محافظة صلاح الدين بأن يكون النصر هو استقرار هذه المدن، لأنه نشاهد اليوم خروقات أمنية تتكرر مجددا. فالنصر الحقيقي عندما يعود النازحون وعندما تستقر هذه المناطق. نبارك الشعب العراقي النصر العظيم التي أقدمت عليه القوات العراقية بكل التصانيف، ونتمنى أن يستمر هذا النصر ويكون دعامة لترسيخ أسس الأمن والأمان في بلادنا. ويأمل المواطنون أن يعم الأمان والاطمئنان في شتى بقاع البلاد، وأن يكون هذا نصرهم الحقيقي، متمنين انتهاء مسلسل سكب دماء شهدائنا الطاهرة بسبب الإرهاب. لصلاح الدين عبد الله العشعوشي، سامراء.